بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلمات يونت 8 بعنوان الدرس بعنوان You are what you eat. You are what you eat. Snack. Snack. Spicy. Spicy. Juicy. Juicy. Sweet. Sweet. Salty. Salty. Energy. Energy. Allergic. Allergic. Fast food. Fast food. Sponge. Sponge. Samosa. Samosa. Fava beans. Fava beans. Spices. Spices. Olives. Olives. Rojak. Rojak. Hawashi. Hawashi. Watermelon. Watermelon. Water melon. Rice pudding. Rice pudding. Oven. Oven. Fat. Fat. Taste. Taste. Thaw. Thaw. Egypt. Egypt. Britain. Britain. India. India. Malaysia. Malaysia. Morocco. Morocco. Okinawa. Okinawa. Invite. Teenager. Athletics team. Athletics team. Plates. Plates. Netball. Netball. Washing up. Washing up. Lucky. Unlucky. كلمة عكسة. Lucky. Unlucky. Popular. Unpopular. Delicious. Terrible. Full. Hungry. Full. Hungry. المادة دي مهمة. Allergic يعني شخص عنده حساسية من أكلة معينة, يعني لما بيأكلها اهي الأكلة دي makes you, نركز على حتة makes you feel ill. Makes you feel ill, تجعلك تشعر بالتعب after you eat it, بعد ما تأكلها. نركز على الجزء ده. كلمة delicious يعني very nice to eat, يعني حلو انك تأكلها, أكلة لذيذة يعني جميل أن تأكلها, يعني تبقى مبسوط وانت بتأكلها, يبقى very nice to eat. كلمة energy الطاقة معناها the ability, القدرة to do, أن تقوم بـ a lot of work or activity. يبقى عندك القدرة إنك تقوم بالكثير من العمل, ويبقى عندك activity نشاط, without becoming tired, ومن غير ما تحس بالتعب. Fast food الأكل اللي هو السريع, الوجبات السريعة. يبقى الفود الطعام that can be served very quickly, يقدم بسرعة جدا in cafe, في الكافيتيريا or restaurants أو المطاعم. Juicy يعني ايه؟ full of juice, مليء بالعصير. Salty يبقى برضو نفس الكلام, يبقى اللي هو tasting of salt or a lot of salt, يعني بيبقى فيه a lot of salt, الكثير من الملح. Spicy يعني contain, يحتوي على, contain يحتوي على the tastes from spices, يعني طعم التوابل. يعني spicy يعني الاكل متبل, يعني كثير التوابل, يعني بيحتوي على الكثير من التوابل. تيست يتذوق يعني know how what something is, أن تعرف يعني كيف يبدو الشيء. When you put it in your mouth, لما تحطه في بقك يعني في فمك. طب الكلمات بقى اللي هي المهمة قوي, بص بقى معي هنا. كلمة allergic تو مهمة قوي, معناها عنده حساسية من نحو كذا. فقول I am allergic to nuts, يعني أنا عندي حساسية من المكسرات. She is allergic to fish, يعني هي عندها حساسية من السمك. مثلا he's allergic to مثلا مانجو, يعني عنده حساسيه من المانجا, يعني لما بياكلها بيحس بتعب, بطنه توجعه مثلا, يهرش بتاع. جو لو جه وراها فيرب يضاف له ان جي, زي جو سويمنج يذهب للسباحه, جو فيشنج يذهب للصيد, جو رانينج يذهب للجري. تمام.
الفرق بين براكتس وبراكتس دي اللي بالاس يتدرب ده فعل، انما اللي بالسي التدريب نفسه. التدريب ايه؟ نفسه. كلمة بص الكلمات دي، دي كلمات مهمة. كلمة ميك فود سويت اور سولتي، كلمة ميك فود كذا يعني يجعل الطعام كذا، يعني ميك فود سويت يجعل الطعام حلو، يعني يخلي الأكل حلو. ميك فود سولتي يعني يجعل الطعام مالح حادق، يعني سولتي دي حادق. هنا جيت مع ايل يعني يمرض، جيت ايل يعني يعيا، يمرض يصاب بالمرض. for most of the time لمعظم الوقت، for most of the time. on the way home يعني في الطريق الى البيت، on the way home في الطريق الى المنزل. make offers يعني يقدم عروض، make offers يقدم عروض. ask for things يعني يطلب اشياء، ask for things. اللي وراها good for يعني مفيد ليه، نافع ليه او مفيد ليه. do the washing up يعني يقوم بغسيل الاواني، do the washing up. lesson 3 و 4 dairy products. dairy products اللي هي منتجات الألبان زي الزبادي والجبنة والحاجات دي. dairy products بروتين، بروتين. bones، bones. unusual، unusual. smell، smell. ولو في يشم وتنفع الرائحة نفسها، فلو جت كفعل يبقى الماضي منها smelled، smelled بالإيدي. boil، boil. hit، hit. poor، poor. متنقلش poor، ها poor دي فقير، قولوا poor يعني افتحوها شوية كده. recipe، recipe. دي طريقة وصفة الأكل، يعني مش المقادير اللي بيحطوها، لا الوصفة طريقة يعني يقول لك مثلا أضيف كذا، اعمل كذا، قطع كذا، اللي هي طريقة صنع الطعام يعني. recipe. sense، sense. instructions، instructions. fresh، fresh. fry، والمودي هنا fried بنشيل الواي ونحط اي اي دي. fried. serve، serve. chop، chopped، chopped. add، added. durian fruit، durian fruit. century eggs، century eggs. فول مدمس، فول مدمس. تشامبورادو، تشامبورادو. تويو، تويو. فرايد تشيكن، فرايد تشيكن. دي اسماء اكلات يعني في بلادها يعني. هم هيومنز، هيومنز البشر يعني. دايننج روم، دايننج روم. اومليت، اومليت. فريج، فريج. فراينج بان، فراينج بان. نايف، الكلمه ما بتتنطقش، نايف. جراوند، جراوند. سنتيمترز، سنتيمترز. الفيربس الافعال بقى بتصريفاتها كيب يحفظ، كيبت، كيبت. بيت، بيت. بيتن. سميل، سميلت او سميلت يعني ممكن سميلت. ما شاء الله كلمه. شكرا. جرو، جرو. جرون، جرو، جرو. جرون. دراي كلمه عكسها دراي، ويت. نورمال، اب نورمال. انسايد، اوتسايد. الكلمات اللي هي المهمة، بيت يعني يضرب أو يخفق البيض يعني يربه، يعني البيض كده ببعضه. يعني ميكس فود كويكلي يعني يخلط الطعام بس بسرعة. يوزن أفورك باستخدام شوكة أو وودن سبون أو معلقة خشب، ده معنى إن هو إيه يخفق. ده معنى تاني. بون العظمة يعني one of the hard parts of a skeleton، يعني إيه أحد يعني احد اجزاء الهيكل العظمي. ها ده بيسموه عظمه، بون. ديري برودكتس منتجات الالبان زي التشيز الجبنه، ها مثلا باتر الزبده، كل دي اسمها ايه؟ ديري برودكتس. ديوريان فود دي، طب ايه هي الفاكهه الديوريان ديت؟ قال لي ا هارد
جرين فروت، فاكهة خضرة كده وناشفة، ناشفة هارد يعني ناشفة وخضراء، كومن مشهورة يعني أو معروفة in ماليزيا، يعني في ماليزيا، with a soft yellow inside، من جواها بقى طرية وصفرة، يعني من بره كده خضرة ناشفة ومن جوه طرية وصفرة، inside يعني من الداخل. That smells bad but tastes nice، هي ريحتها وحشة بس طعمها حلو. smells bad يعني رائحتها سيئة but tastes nice، طعمها حلو يعني جميل. fry يعني يقلي، يقلي يعني يبقى يعني cook something in hot oil or fat، يعني يسوي الأكل في الزيت أو السمنة فات. ها فراينج بان دي طاسة الآلية، فراينج بان الطاسة اللي بيحطوا فيها بيقلوا فيها السمك أو الهمبرجر الحاجات دي، يبقى فلات ميتال بان، يعني دي بان دي يعني طاسة كده مستوية ومن المعدن، يوزد فور فراين فود، تستخدم لقلي الطعام. بور يعني يصب، يعني ميك ا ليكويد فلو اوت اوف اور انتو سمثينج ساتش از ا كاب اور ا بول، يعني بيصب مثلا يعني يجعل السائل يتدفق في فنجال او كوب كده، يصب يعني دي معناها بور. بروتين اللي هو معروف البروتين ده بيبقى necessary for your body، ده مهم جدا، هيلب بقى يو بيساعدك انك جرو تكبر اند بي سترونج وتبقى قوي، ده الايه البروتين. سيرف دي يقدم، يعني بروفايد فود اور درينك، ده في مطعم الجرسون بيقدم للناس الاكل والشرب، دي يعني ايه يقدم؟ سيرف، سيرف يقدم. سميل يعني يشم، تمشي يشم وتنفع الرائحه بتاعت الاكل، يبقى نو وات سمثينج از يوز ان يور نوز، تعرف ايه الشيء ده باستخدام الانف، تشم بقى تعرف الاكل ده ايه. unusual يعني different from others، شيء غير عادي يعني مختلف عن الاخرين، ها مش زي بقيه الحاجات. of the same type يعني اكله غريبه يقولوا عليها unusual، بيت شكله غريب يقولوا unusual house، بيت غريب. unusual مثلا ريسيبي، وصف الطعام غريبه. ها انتوا طبعا على الفيس بقى بتشوفوا الحاجات دي كده، ناس بتعمل اكل غريب. كلمه شوب يعني يقطع، بس يقطع cut something into small pieces، بس ايه قطع صغيره، احنا بنقول عليها خرط مثلا معناها كده. ناخد بقيه الكلمات، كلمه fresh air، fresh air، fresh fruit، fresh fruit، fresh weather، كل ده fresh، fresh water المايه العذب، fresh bread يعني بص بتيجي على حسب، لو جت مع الهواء يبقى هواء نقي، مع الفاكهه فاكهه طازجه، والخبز برضو كذلك طازج، لو جت مع الويذر الطقس، ها يبقى الطقس البارد اللي هو المنعش ده بيصفوا يعني، بيصفوا بيصف الحاجه اللي يعني بس ممكن تتغير على حسب الكلمه اللي جت معاها. ايوه يبقى فريش بريد مثلا عيش طازج، فريش ووتر ماء عذب، ميه الشرب دي الميه الحنفيه اسمها فريش ووتر، انما ميه البحر اسمها سولت ووتر، ميه مالحه. طيب هنا بيقول لي لاحظ ان افعال الحواس تتبع بصفه، يعني مثلا لما اقول سميل هيجي وراها صفة، يعني باد مثلا يبقى ريحته الأكل ريحته وحش، لو قلت سميل جود ريحته حلو يبقى ممكن يجي وراها صفة تربل، تربل يعني فيري باد سيء جدا، وديليشس لذيذ. لوك نفس الكلام، فيل نفس الكلام، ساوند نفس الكلام، كل ده معنى يبدو، ها يعني لوك وفيل وساوند يبدو، إنما سميل رائحته وتست طعمه، سميل رائحته وتست إيه طعمه. لما أقول مثلا على الأكل it smells terrible يعني يبدو، يعني سميل زينا الريحه بقى، يبقى جاي من سميل يشم، يبقى شم سميل، يبقى لما تيجي مع الاكل وريحته ات سميلز تيربل يعني يبدو سيء جدا، يعني ريحته وحشه جدا كريهه يعني. انما لو اقول التيست ديليشس يعني مذاقه اللي احنا بنقول طعمه يعني ايه لذيذ. تمام. طب كلمه فور لما تيجي مع الوجبات على الاكله دي، يعني مثلا اي اولويز انا دائما ايت، دائما اكل فلافل فور بريكفاست على الفطار، او فول فور بريكفاست فول على الفطار، تتكتب فول وتتكتب فلافل عادي خلاص. طب لو باكل كشري في الغداء اقول اي ايت كشري فور لانش، ها. طب ايه اولويز دي؟ ما احنا قلنا اولويز يعني دائما على طول، يعني في كل يوم تقريبا بياكل فلافل في الفطار، بقت غاليه دلوقتي الواحده ب2.5، لا بجنيه في، لا صغيره قوي من جنيه دي
ادي البلي. An example of يعني مثال ليه. An example of يعني مثال ايه ليه. A piece of قطعه من. Made مع from يصنع من. قال made from يصنع ايه من. Pour مع into يعني يصب في. يصب حاجه في حاجه يعني. اه يصب مثلا الميه في الكوبايه او الشاي في الفنجان يصب. Recipe for وصفه ليه. Recipe for under the ground. Under the ground make you sleep longer. Make you sleep longer. Take out of. Take out of. Chop into squares. Chop into squares. On the outside. On the outside. Quite good. Quite good. Quite يعني لحد ما بيجرى الصفة. يعني مثلا quite happy لحد ما سعيد. Quite tall لحد ما طويل. Quite short لحد ما قصير. ها بيجرى الصفة بمعنى إلى حد ما كذا. Have a salty taste. Have a salty taste. Different from, different from, on the inside, on the inside, on the inside يعني في الداخل يعني. كلمات lesson 5 and 6 يلا. Balanced متوازن. Balanced. Balanced يعني أكل متوازن. يعني في مثلا كل أنواع الطعام مع بعض يعني. Advice بتسي كده النصيحة. Advice انما لو بالاس ينصح تبقى فعل كده دي الاسم نفسه النصيحه نفسها. فتقول لواحد thanks for your advice شكرا لنصيحتك. بالسي بقى هنا تبقى بالسي النصيحه نفسها. reason reason سبب. relax relax conclusion الخاتمه يعني انا بكتب موضوع الخاتمه بتاعته. conclude يختم وتنفع يستنتج يستنتج معلومه يعني. pepper الفلفل. pepper spinach spinach السبانخ. sweet potato sweet potato. upset upset تنفع ينزعج فعل يزعج قصدي وتنفع منزعج زعلان يعني احنا ممكن ترجموها ايه زعلان. athlete athletic club athlete لو يعني لو شلنا الاي سي اس وخليناها athlete ده رياضي يعني شلنا الاي سي اس وحطينا ايه ها بدلها تبقى رياضي اللي هو بيلعب رياضه انما كده اثليتيك كلاب نادي لالعاب القوه نادي ايه العاب القوه. ارت سكول ارت سكول مدرسه التعليم الرسمي يعني. اماونت اماونت يعني كميه او مقدار. اون يمتلك اون يعني ايه يمتلك يعني نقول اي اون ذيس كار انا امتلك هذه السياره. اون دروينج دروينج الرسم. painting التلوين. perhaps ربما ودي قلنا من الكلمات اللي بيجي وراها الفاعل وويل والمصدر افتكروا الفاعل وويل والمصدر. perhaps he will come احتمال يجي. sort يعني نوع بصوا كده sort زي kind وtype في ثلاث كلمات بيدوا معنى نوع sort اللي مكتوبه دي وtype t y p e فاكرين what type of instrument ايه نوع الالات الموسيقيه اللي بتحب ها او what type of music ما نوع الموسيقى. What type of ما نوع ممكن sort وممكن kind برضو k i n d كل ده بمعنى نوع تمام. في بقى حاجة اسمها جزيرة اوكيناوا في اليابان نقول اوكيناوا ايلاند بس الاسم ما بتنطقش. يبقى طب اهل الجزيرة مثلا نفسهم ايه ماشي نقول اوكيناوا اوكيناوا دي اسم الايه الجزيرة حطيناها بالان كده في الاخر يبقى اهل ايه يعني ايه اللي هم اهل الجزيرة بننسبها يعني ها زي ما نقول ايجيبشن مصريين كده. unfortunately unfortunately لسوء الحظ ودي بتيجي دايما في القطع لما يجي يقول قطعه يقول لك ولسوء الحظ حصل كذا. طب لو شلت ان وخلينا fortunately لحسن الحظ تدي العكس يبقى fortunately لحسن الحظ unfortunately لسوء الايه الحظ. طبعا انتوا عارفين ان تي يو ان كده نعمل كده fortunately. surprise يفاجئ او يدهش surprise ده verb. introduce اللي قصادها دي يقدم ودي بتتقال للتعارف يعني مثلا introduce I introduce my friend to my brother انا بقدم صاحبي لاخويا يعني بعرف اخويا ها على صاحبي بقدم حد لحد يعني introduce او I introduce myself بقدم لكم نفسي. purple دي اللون البنفسجي الارجواني الموف يعني اللون الموف اسمه ايه purple.
purple. ها situation ده الموقف. situation. point. point ليها معنيين، تنفع يشير، point يشير الى شيء، وتنفع النقطة. ها point هتلاقوا مثلا 2.6 يعني 2.6 من 10 اللي هي العلامة العشرية دي. اوليف اويل زيت الزيتون، باينة اوليف اويل. طب الافعال break broke broken upset 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 ثلاث شباب بعض forget forgot forgotten. الكلمات بقى المهمة اللي أكلها بيبر ده، احنا قلنا الفلفل ده وده معروف ده نوع من الخضروات تمام، وغالب بألوان مختلفة ممكن يكون أخضر أحمر أصفر كده تمام. with seeds in the middle يعني في بذور في النص، بيشرح يعني ايه الفلفل احنا عارفينه كلنا. spinach ده السبانخ، ده برضو فيجيتابل خضروات تمام. dark green leaves يعني ورقها أخضر غامق، ورقها ايه أخضر غامق. تمام. السويت بقى بوتيتو اللي هي البطاطا، يعني برضو دي خضروات لوك لايك ابوتيتو شبه البطاطس بس برضو بألوان مختلفة، has purple yellow or white flesh and a sweet taste طعمها حلو. sweet taste يعني طعمها ايه زي البطاطس بس طعمها حلو. طيب sleep ينام، والتصريف التاني منها slept. slept ده تصريف الفعل، تنفع ينام وتنفع النوم، تنفع ينام وتنفع ايه النوم، يبقى sleep يعني نفس sleep نوم كافي، تنفع اسم يعني. ولو جاء قبلها sleep يعني الشخص ده بوصفه ان هو نايم، نايم يعني مثلا he's asleep هو نايم، لو جت قبلها ايه كده يبقى نايم بتوصف حد. اي my father is asleep ابويا نايم. كلمة aged لو جت بعدها رقم يعني البالغ من العمر كذا، يعني aged 75 يعني البالغ من العمر 75 سنة، دي معنى كلمة aged. furthermore دي بتيجي في نص الكلام، ها further نطق كده further furthermore furthermore يعني ايه حلاوة على ذلك، زي بالبلدي كده قول وكمان، يعني انا بقول معلومة عن حد وقول وكمان كذا. بص المثال ده ايمن از ا تيتشر، ايمن ده مدرس، furthermore وكمان هي از ا تريدر تاجر تمام، بيبيع جبنة، خلص المدرسة يطلع يبيع جبنة. to conclude او to sum up يعني خلاصة القول، دي لما اقولها لما اجي اكلمكم في موضوع واخل اجمله كده في جملة او جملتين ده بلخص كلامي يعني. ديش تنفع معنيين، تنفع طبق وتنفع اكلة، تنفع طبق وتنفع ايه الاكلة نفسها. ناخد بقى بيت الكلام، have a snack have a snack live on live on revise stay up late. الفعل ده مهم قوي، stay up late يعني يسهر، التلاتة على بعض كده بدو معنى واحد، يسهر يعني اتأخر كده قبل ما ينام. revise for the exam make sure do some drawings depend on for about 14 or more hours 8 hours sleep. لما تجيلي apostrophe يعني apostrophe s او s apostrophe بترجم اللي بعدها بعد كده ارجع اترجم اللي قبلها، يعني نوم لمدة 8 ساعات، اخد نوم بعد كده اقول لمدة ايه 8 ساعات نعكس الترجمة عشان الابوستروف دي. have athletic club have athletics club يعني عنده تمرين في نادي الالعاب الرياضية تمام، عنده يعني ايه زي درس يعني تمرين يعني بس.